شجعت الأوساط اليمنية مساء أمس الأربعاء بنبأ وفاة العازف اليمني الشهير أحمد شيبة، حيث تمت الوفاة في الولايات المتحدة الأمريكية. يحظى الفنان أحمد شيبة بشعبية كبيرة وحضور كبير في الساحة الفنية اليمنية، واشتهر بإعادة توزيع الموسيقى والأغاني العالمية على آلة العود، وأبرزها موسيقى أغنية أديل. كما اشتهر بإعادة توزيع موسيقى بعض الأفلام مثل كارا سنة الكريبي وغيرها، حيث استطاع أن يكتسح الفن الغربي بآلة العود وكسر القاعدة المتعارف عليها بأن آلة العود لا تتماشى إلا مع الفن الشرقي. وإليكم تفاصيل الوفاة. كان الفنان يعود إلى منزله بسيارته، إلا أنه تعرض لحادث مروري مروع ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى المستشفى. حالة من الحزن تخيم على مواقع السوشيال ميديا بعد انتشار خبر وفاة الموسيقار اليمني الشاب أحمد شيبة صباح اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية، متأثرا بحادث مروع تعرض له بولاية نيويورك بالولايات المتحدة والذي انتهت بحياته مباشرة. له شعبية كبيرة أيضا لأنه قدم الكثير من الحفلات الموسيقية في اليمن وتركيا ومصر والولايات المتحدة الأمريكية. نشأ في مجتمع محافظ يتمسك بالعادات والتقاليد، وعندما لم يجد فرصة لتعلم الموسيقى بالشكل الذي يجب ويتمناه في بلده، اعتمد على التعليم الذاتي وقضى عشرات الساعات مصاحبا ومستكشفا لآلة العود اللي عشقها وهام بها، حيث تمكن من العزف لاحقا في دار الأوبرا المصرية، ومن هناك كانت نقطة التحول في حياته الموسيقية. ترقى اليمن ثم ذهب للقاهرة ساعيا خلف الحلم الأمريكي، ومن هناك أطلق قناته الموسيقية.